اكتشفت لوحة فنية من القرن الثاني عشر في كنيسة الجسمانية معروضة في متحف إسرائيل الذي تم تجديده وافتتح لاستقبال الزوار. تأسست جمعية الحوار بين الأديان عام 2001 لتعزيز اللقاءات بين المسيحيين واليهود والمسلمين، وهو أسلوب للتفاعل والتعايش مبني على اللقاء وتبادل الخبرات اليومية. مطران فلسطيني انتخب لقيادة الاتحاد اللوثري العالمي، المطران منيب يونان من مواليد القدس، الذي كان راعياً منذ عام 1998 للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأرض المقدسة. موسيقى وأغاني شعبية على مسرح قبور السلاطين، 10 أمسيات من الموسيقى والفرح لمهرجان القدس 15. فتح متحف إسرائيل في القدس أبوابه أمام الزوار بعد أن أغلق بسبب خضوعه لترميمات واسعة شملت تجديد وتحسين وتوسيع صالات العرض الموجودة في أجنحة المتحف الأربعة، وأضيفت صالات عرض جديدة تحتوي على معروضات تاريخية حول الأرض المقدسة، مهد الديانات السماوية والحضارات المختلفة، معروضة بتسلسل زمني بدءا من فترة ما قبل التاريخ حتى حكم الإمبراطورية العثمانية أي القرن السادس عشر. يعرض المتحف الأحداث التاريخية الهامة، الإنجازات الثقافية والتكنولوجيا بعلم الآثار، ويقدم لمحة عن الحياة اليومية في المنطقة، ويوجد فيه كنوز الثقافات المجاورة التي كان لها أثر حاسم في الأرض المقدسة مثل مصر واليونان وإيطاليا والحضارة الإسلامية. قالت دينا ويسنر مرشدة في المتحف: أعتقد أن المتحف قدم هذه المعروضات وفق التسلسل الزمني للتاريخ. نستطيع أن نعرف من الأواني المعروضة من الذي عاش في هذه الأرض وكيف. مثلاً هناك من ترك حجر الموتى، هنا مهد الأديان الثلاث الكبرى المسيحية والإسلامية واليهودية. إن بنية الكنيسة والمسجد إضافة إلى الكنيس اليهودي مكان العبادة اليهودية يشكلون فسيفساء ديني يعكس بيئة الأرض المقدسة. لكن بالنسبة للمسيحيين الذين يزورون المتحف الجديد يتفاجؤون بوجود لوحة فنية كبيرة معلقة على جدار كامل في المعرض، وجدت في عام 1999 في قبر مريم بالقرب من بستان الزيتون مكان نزاع يسوع. تعرض اللوحة الفنية المرسومة بألوان مائية لأول مرة للزوار بعد أن مر المتحف بأعمال ترميم. أكدت نعامة بروش منسقة المتحف أنه تم العثور على هذه اللوحة من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية الذي يصل ارتفاعها 9 أمتار، لكن عثر على القسم السفلي منها فقط. إنه مشهد يسمى باللغة اليونانية ديزيس الذي تعني الشفاعة والصلاة، مشهد نرى فيه يسوع في الوسط مع مريم العذراء من جهة ويوحنا المعمدان من جهة أخرى يتشفعون من أجل البشرية. تعود لوحة الرسم الفنية النادرة المستوحاة من التقليد البيزنطي إلى الفترة الصليبية أي القرن الثاني عشر في عهد صلاح الدين الأيوبي، حيث وجدت بقايا رسومات مماثلة لهذه اللوحة في مدينة بيت لحم وبلدة أبو غوش القريبة من القدس. تشير هذه الرسمة أنها جزء من زخرفة في غرفة طعام في دير تزينه نقوش باللغة اللاتينية مأخوذة من أفكار القديس أغسطين، جملة موجهة إلى النساك: من يحب أن يتكلم بالسوء عن حياة الغائبين يعرف أنه لا يليق به الجلوس على هذه المائدة. من المتوقع أن يتدفق الزوار والحجاج إلى المتحف في الأيام المقبلة نظراً لأهميته التاريخية وكونه أكبر مؤسسة ثقافية في الأرض المقدسة. في صخب وضجيج أروقة باب العمود مروراً بأسواق القدس القديمة حيث يتجمع ناس من مختلف الأجناس لكنهم لا يلتقون ولا يتكلمون، مشاهد مألوفة في هذه البقعة الأرضية التي تعيش صراعات يومية غالباً ما تنتهي بالاستسلام أو عدم الثقة، لكن إلى متى؟ على بعد أمتار من طريق درب الآلام في قاعة بيت الضيافة النمساوي يجتمع مجموعة من العرب المسلمين والمسيحيين واليهود في لقاء نظمته جمعية الحوار بين الأديان التي تهدف إلى تعزيز التعايش بين الأفراد والمجتمعات في الشرق الأوسط من خلال الحوار بين الديانات، مشروع عملي
لا يستند على التعمق في أسس لاهوتية، لا بل على لقاءات ودية وتبادل خبرات الحياة اليومية من مختلف شرائح المجتمع. The key for peace is good relations between the different communities. يقول رئيس جمعية الحوار بين الأديان يهودا ستولوف أن مفتاح حبة السلام هو بناء علاقات ودية بين مختلف المجموعات، ولكن يجب أن نتعلم فن التفاعل والتواصل بين بعضنا، مما يتطلب التقرب منهم ومساعدتهم على إجراء الحوار والمحادثة لفهم ومعرفة بعضنا البعض. لذلك نعتقد أن أسلوب الحوار بين الأديان هي أداة قوية، لأنها تشجع الناس على الحديث عن وجهة نظرهم بطريقة عميقة، وتنقلهم إلى فهم البعد الوجودي الديني وما يتعلق به من قضايا مهمة. تأسست الجمعية عام 2001، عددهم اليوم 8000. تعمل 20 مجموعة على الحوار بشكل مثابر، وتمتد من شمال الجليل إلى إيلات. صلاح الدين من الناصرة، عضو في جمعية الحوار بين الأديان، يعرف عن نفسه قائلاً: أنا من سكان الناصرة، والناصرة مدينة مختلطة من المسيحيين والمسلمين، لذا لدي أصدقاء مسيحيين من فترة الدراسة، ولكن لم أكن أتواصل مع اليهود بشكل مباشر أو على المستوى الشخصي، وشكراً لهذه الجمعية التي أعطتني هذه الفرصة. وعملنا مبنياً على الثقة والمعرفة المتبادلة على الصعيد الشخصي، مما يؤدي إلى تسهيل التواصل والتقارب، وأيضاً إلى بناء علاقة صداقة متينة. أحياناً نقوم بفعاليات مع الجماعة اليهودية. تعطي هذه اللقاءات مجالاً للمقارنة البناءة، مع الأخذ بعين الاعتبار الهوية الدينية والثقافية. هنا التوجه ليس لأشخاص لا يهمهم الأمر، بل لأشخاص يتحاورون في دائرة، يشاركون بخبراتهم، أفكارهم ومشاعرهم اتجاه التقاليد الدينية. اليوم نتكلم عن الصلاة، الخطيئة والغفران. يرافق الرابي هنري نوخ هذه الجلسة. أشار هنري نوخ أن كل لقاء يديره إما يهودي أو مسيحي أو مسلم، ثم ننقسم إلى مجموعات لدراسة النصوص الليتورجية ونصوص الصلاة. بعد فترة صمت وتأمل لأربعين دقيقة، نصلي ونختتم بدعاء رافعين الأيادي للصلاة يدا بيد. تنظم الجمعية رياضات روحية ليومين، وهي مناسبات ثمينة للقاء والتعايش المشترك. أسقف فلسطيني انتخب رئيساً للاتحاد اللوثري العالمي، يمثل 70 مليون لوثري من جميع أنحاء العالم. المطران منيب يونان، الذي تم اختياره خلال الدورة 11 الذي عقدت في شتوتغارت. المطران يونان عمره 59 عاماً، من مواليد القدس، وهو أسقف الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. خدم منذ عام 1998 كراعي لكنيسة المخلص في القدس وبيت جالا ورام الله، وهو خليفة المطران مارك هانسون الأمريكي الذي تولى رئاسة الاتحاد اللوثري العالمي، ويضم 145 كنيسة لوثرية من 79 بلد. اختيار مطرانا عربيا يعتبر إشارة إيجابية لأهمية الجماعة المسيحية في الشرق الأوسط. عندما أصدر النبأ باختياره رئيساً للاتحاد اللوثري العالمي، وصف بأنه رجل السلام العامل في الحوار بين الأديان في الشرق الأوسط. من بين أولويات مهامه التي رسمها المطران يونان، العمل على علمنة المجتمع والعمل على الحوار المسكوني، لأنه كما يردد في كثير من الأحيان مقولة: لا يمكنك أن تكون مسيحي جيد إذا ما كنت مسكوني جيد. تتألق المدينة المقدسة بحلتها الصيفية لتنور مواقعها الأثرية الساحرة، مستضيفة فنانيها المحليين والمغتربين ليسمعوننا بأصواتهم الرنانة الأنغام التراثية والشعبية، وهذا كله على مسرح قبور السلاطين ضمن فعاليات مهرجان القدس 2010 الذي يحتفي ب15 عاماً على حد الوتر من العطاء والإنجاز. أحيت الفنانة سلام أبو آمنة من ناصرة الجليل أمسية فنية بتاريخ 27 تموز، أنعشت روح المكان الأثري بأغانيها الوطنية التراثية
وأطربت مسامع الجمهور بصوتها المجبول بالحرية والحب والانتماء، وأبهرتهم بتمييزها بعزفها على أوتار آلة العود، صاحبها التصفيق والتشجيع من الجمهور. نظمت مؤسسة يابوس للإنتاج الفني هذا المهرجان، حيث دعت فيه فرق فنية فلسطينية، إسبانية وفرنسية، وفرق من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مهرجان القدس هذا العام بيحتفل ب 15 سنة من العطاء، مهرجان على حد الوتر له 15 عام، بميز أهم ما بميزه أنه ينظم في مدينة القدس وبحمل اسم القدس، بحمل اسم القدس رغم كل الصعوبات اللي عم نواجهها بشكل يومي بهذه المدينة، إلا أنه مهرجان مثل هالنوع بعيد البهجة والحياة وبحافظ على الحياة الثقافية في هذه المدينة هو إنجاز بحد ذاته، فهذا بما يتميز فيه مهرجان القدس. تعتبر قبور السلاطين واحدة من أجمل المواقع الأثرية في مدينة القدس، ويعود تاريخها إلى عهد الملكة هيلين التي أمرت بحفر ضريح لابنها إزاتس، ويبعد 500 متر عن البلدة القديمة، وهذا الموقع الأثري يتبع للحكومة الفرنسية. أول شيء أنا كتير بحب أشكر مؤسسة يابوس أنها دعتني، خصوصا في مهرجان القدس، ومهرجان جدا مميز. طبعا الغناء بالقدس وللقدس في لها نكهه وطعم خاص. انا كثير بحب ان مشاركتي هاي تكون وصلت، وقضيتي من قبل اغاني وصلت للناس، كان كمان فيه تواصل حضاري وانساني ما بين ثقافات مختلفه من العالم، فمشاركتي بعتز فيها وهي محطه جميله جدا من محطات مسيرتي الفنيه. استمر المهرجان 10 ليالي غمرتها الأمسيات الغنائية والعروض الاستعراضية، حضرها أهالي القدس وزوار أجانب بكل فرح وانفعال.